وهو ضربان. من هو؟ ما هو اللي هو الاسم؟ وهو ضربان. ضربان اللي هو معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني. أو لا، خلينا تقول قال وهو ضربان. الأول معرب، وهو ضربان، وهو مبتدأ وضربان خبر. معرب ليش؟ وهو ضربان معرب. معرب ايش تعرفه؟ بنقول صفة، هذه مفرد وهذاك مثنى، ما تجيش. أين اسم؟ أنت عندك وهو، وهو ضربان، ما عندك اسم. ما جيش اسم، إما أن يكون، إما أن يكون بدل أو خبر لمبتدأ محذوف، إما أن يكون بدل. كان قلت وهو، حول كلمة ضرباني وقول وهو معرب ومبني، ينفع كلامك؟ ينفع. يبقى يجي بدل ولا ما يجيش بدل؟ أو تقول وهو ضربان، شنو هن؟ هما معرب ومبني. صار هذا ينفع أن يكون بدلا وينفع أن يكون خبر لمبتدا محذوف. جاهزة في الاثنين، في إشكالية إن شاء الله بإذن الله. وهذه تقيس عليها يعني ما يشبهها هكذا إعرابها، إما أن يكون بدلا وإما أن يكون خبر لمبتدا محذوف. خبر لمبتدا محذوف. نعم.